يا هلا والله، مرحبا فيكم. مصدر إعاقتي دافعتي، مصدر فقد إنجابي من ذوي الاحتياجات الخاصة، شغلها ما شاء الله تنفقات في الورد، أعمال بقدامها ما شاء الله تبارك الله، تنسق حفلات، تنسق هدايا، تنسق تحف، وهي في خدمتكم، عندها زباين داخل وخارج المملكة، عندها مصدر عندكم حتى في الانستغرام، حابين تتواصلون معها الله يحييكم. هذه كلها مشغولات، ايوه. هذه حساباتها انستغرام وسناب، وهي بخدمتكم.